اللهم إني تجردت من حولي وقوتي ولجأت إلى حولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كيفكم حيباتي؟ طمنوني عنكم يا رب، دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل، وجعل له دعوة لا ترد كفلق الصبح يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، كثير سألتوني ما هي الصيغة التي صليت بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وربي سبحانه وتعالى فرج عنك ما أهمك. أنا تكلمت معكم فيديو الجمعة الماضية عن كيف ربي سبحانه وتعالى فرج عني وعن أولادي الهم اللي كان فيني بسبب مشكلة حاصلة مع أولادي. ربي سبحانه وتعالى فرج عني هذا الهم بفرج ما كنت بعمري أتخيل هذه الفرحة، ولا يمكن أنه أتصور أن ربي سبحانه وتعالى يكرمني هذا الكرم فوق ما أتصور وفوق ما فعلا أدهش عقلي بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله علينا أخواتي، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. فهذا من فضل الله علينا أخواتي. قلت لكم بفضل الله سبحانه وتعالى خلال أسبوع، مو خلال أسبوع، أنا بمعنى أني أنا حددت وقت معين للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال كمان كتير إجاني، أنك أنت حددتي أسبوع للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أخواتي، أنا لم أحدد أبدا أسبوع للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو وقت معين للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفيديو كان واضح جدا أن ربي أعطاني البشرى خلال أسبوع من حيث لا أحتسب، يعني من حيث لا أتوقع كيف يحصل هذا الأمر، أو ماني محتسب أني أنا إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم أني يعني أن ربي يفرج عني وعن أولادي هذا الفرج العجيب المذهل بفضل الله. لكن اللي أنتوا كتير عم تسألوني عن الصيغة، وكم يعني شو الصيغة اللي التزمتي فيها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم مرة صليتي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما نحكي عن الكم والصيغة نتكلم هل ممكن نقوي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أني إن الله سبحانه وتعالى يفرج عني الهم سريعا. هل ممكن يكون الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاجلة والفرج فيها عاجل؟ وهل يعني إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة هيك من دون وعي مثلا للصلاة على الرسول هل ممكن تقبل مني؟
حبيبتي، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة مقبولة عند الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صح لها درجات يعني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوى درجة وأقوى صيغة ممكن تلتزمي بها وفعلا ترين خيرا كثيرا، الصلاة الإبراهيمية، هي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هي الصلاة الموقوفة. الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي، كيف نصلي عليه، فقال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميد مجيد. كثير من أخواتي يستثقل أن يقول الصلاة الإبراهيمية ما لها فضل كبير، لكن لمن عندها هم وما لا عارف يعني تتشوج هي عم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، أيوة صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، لو 10 مرات 15 مرة، كل ما أنت عم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، خلي بينهم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية. سؤالي هون، كم مرة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ربي يفرج عني؟ أخواتي، لم أحدد عدد ولم أحدد نية، بفضل من الله التزمت فقط. الالتزام بالورد، يعني ورد، كيف يعني ورد؟ يعني شو سميتي ورد؟ الورد يعني كم كل يوم التزم فيه، يعني ما أتوقف عن الالتزام. الورد هو الالتزام، الالتزام بالعمل الصالح، بالذكر، بالقرآن. فأنا التزمت كل يوم بفضل من الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل يا رب منا جميعا أخواتي، وجعلنا من عباده المخلصين، وجعل هذا العمل خالص لوجه الله. أنا التزمت أخواتي فقط، مجرد التزام وثبات. لا تقولي كم العدد، لم أحدد. طب الصيغة، الصيغة اللي كنت أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بها، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، هذه كانت الصيغة. وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، وأكثر ثم أقول الصيغة الإبراهيمية كل فترة وفترة مع الاستغفار. يعني كنت حاطة ورد من الاستغفار، من لازم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا كان أخواتي وردي، والله يتقبل منا جميعا أخواتي، والله يجعل هذا العمل خالص وجه الله، ويا رب جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودمتم أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض يا رب العالمين. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.